يا اهلا بكم في الاجنده طوال السنوات المنصرمه من هذا البرنامج ونحن نحدثكم عن المؤامرات الدوليه مؤامرات الدول ضد بعضها ومؤامرات الكتل السياسيه ضد بعضها ومؤامرات الافراد ضد بعضهم والاحزاب لكن هل هناك فعلا شيء اسمه مؤامره ام ان مقوله المؤامره هذه مجرد وهم من اوهام الراديكاليين الكسالى الذين يعجزون عن تفسير الظواهر والاحداث تفسيرا علميا فيلجؤون لابسط المقولات في التفسير ما هي نظريه المؤامره؟ واين ظهرت؟ ولماذا يرفضها البعض؟ وما دلائل وجودها ان وجدت؟ هذه الاسئله وغيرها هي موضوع حلقه هذا المساء فكونوا معنا. كلمه مؤامره في المعجم العربي هي من مشتقات الجذر امر الف ميم راء والامر له معاني منها الشأن يقال هذا امر جلل يعني شأن جلل ومنها الطلب يقال امر الحاكم بكذا اي طلب كذا وكذا على وجه الالزام والعرب اشتقوا من هذا الجذر معنى السلطه السياسيه فقالوا ولي الامر سموه ولي الامر والامير كلها جايه من مصطلح من جذر امر والقرآن أيضا استعمله بهذه المعاني فقال وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر أي في الأمور ذات الطابع السياسي للدين لأن الدين ما فيش مشاورة وهذه التوجيهات القرآنية كانت تخاطب النبي في مقام ولاية الأمر لا في مقام النبوة أي شاورهم في أمور السياسة باعتبارك ولي أمرهم لا لكونك نبيا النبوة لا مشاورة فيها وقد كان للنبي عدة مقامات في زمن بطبيعة الحال كما يعرف الأصوليون منها مقام ولي الأمر أو ولاية الأمر وهو المقام الذي انتهى بوفاته عليه الصلاة والسلام المهم كلمة مؤامرة جاءت من هذا الجذر اللغوي وأقدم استخدام عربي موجود بين أيدينا لهذا المصطلح مصطلح المؤامرة موجود في سورة القصص حيث جاء في في السوره على لسان رجل مصري آه يؤمن سرا بعقيده موسى جاء من اقصى المدينه قال لموسى يا موسى ان الملا ياتمرون بك ياتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين الملا كلمه تعني عليه القوم يعني ساده القوم ساده الدوله وياتمرون بك يعني تشاوروا اجتمعوا وتشاوروا سرا على قتلك اتفقوا سرا على ان يقتلوك وهذا هو المعنى الاصطلاحي العام لكلمه مؤامره، المؤامره هي اتفاق سري بين جماعه ما قد يوقع الضرر بطرف اخر لكن هذا المصطلح اصبح نظريه في العصر الحديث والنظريه هذه الكلمه تعني سلسله مقولات تفسر ظاهره أو أحداث غير مفهومة أو ليس عليها أدلة واضحة. النظرية في أبسط تعريف لها هي سلسلة مقولات تسد فجوة تركها العلم. مثل الفلسفة. العلم بمفهومه التجريبي لا يستطيع أن يجيبنا على كثير من الأسئلة. مثل سؤال الغاية، لماذا نحن موجودون؟ هذا سؤال العلم لا يستطيع أن يجيب عنه. كيف نتعامل في قضايا الأخلاق؟ العلم لا شأن له بهذا. هذه فجوه يترك العلم لتجيب عنها الفلسفه او الدين او اي نظريه نظريه المؤامره اذا هي مقوله او سلسله مقولات تحاول شرح ظواهر سياسيه مريبه يصعب تفسيرها بغير هذه النظريه بغير ذلك من وجهه نظر البعض طبعا الا ان هنالك من يعتقد انه لا وجود لشيء اسمه مؤامره بالمره وأنها مجرد وهم خلقته مخيلة الكسالى من الراديكاليين في العالم. الراديكاليون يعني أصحاب العقائد الشمولية أصحاب العقائد الشمولية في التغيير الذي يسعى إلى تغيير جذري، هذا يسموه راديكالي. مثل الإسلاميين والاشتراكيين على سبيل المثال. ويقول هؤلاء الرافضون لنظرية المؤامرة أنهم لا ينفون وجود مخططات سياسية تستهدف الحفاظ على مصالح الدول والاحزاب والكتل السياسيه، لكن هذه المخططات كما يقولون يعني او كما يقول بعضهم هذه المخططات لا تصل الى مستوى المؤامره. يعني مثلا من الممكن القول ان النظام السعودي خطط ويخطط للحفاظ على مصالحه في اليمن والجزيره العربيه من سنوات او من عقود، لكن عندهم هذولا لا يمكن ان يكون هذا النظام قد وضع استراتيجيه ثابته طويله المدى تستهدف اضعاف اليمن بشكل دائم ما فيش استراتيجيه السعوديه بهذا الشكل لانه لو في هكذا فمعناه ان السعوديه تتآمر على اليمن هم ينفون هذ وجود هذه المؤامرات ويقول لك ممكن في مخططات السعوديه يعني تتدخل بين وقت واخر لكن ما فيش سياسه ثابته لدى السعوديه تستهدف اضعاف اليمن يعني ان اعتقاد بعض اليمنيين من امثالنا بان السعوديه منذ تاسيسها تسعى الى اضعاف الدوله اليمنيه وتحارب فكره الجمهوريه والديمقراطيه فيها هذا الاعتقاد مجرد وهم كما يقول نفات النظريه المؤامره اللي بينفوا نظريه المؤامره احنا بنسال ما حظ هذا الكلام من العلم والمنطق يا ترى نشوف قيل ان اول ظهور لمصطلح نظريه المؤامره في العصر الحديث كان في العام 1920 اول مره استعملوا هذا المصطلح نظريه المؤامره ولم يدخل هذا المصطلح القاموس السياسي بشكل رسمي الا في العام 1997 من الواضح انه مصطلح حديث ولم يحظى باهتمام المؤرخين والدارسين كما ينبغي بدليل ان الباحث العربي لا يجد بسهوله مرجع عربي يتحدث عن تاريخ هذا المصطلح مما يدل على ان المراجع التي تتحدث عنه في الاصل شحيحه اذا وجدت يعني. وهذا يلزمني ان اجتهد اليوم بنفسي في تقييم هذه النظريه او والاجابه على اسئلتها الاساسيه. الاسئله المطروحه عليها يعني. اول سؤال ينبغي ان نجيب عليه هو على اي شيء يطلقون مصطلح نظريه المؤامره؟ ما هي الاشياء اللي او ما هي الاحداث التي يطلقون عليها آه هذا المصطلح اذا تاملنا النماذج النماذج التي يراها البعض دليل على وجود مؤامره سنكتشف وجود نمطين من انماط المؤامره المتخيله يعني سواء متخيله او حقيقيه النمط الاول هو نمط خلينا نسميه السرديات الكبرى للمؤامره في سرديات كبرى في قصص كبيره للمؤامره هذا نمط والثاني هو نمط السرديات الصغرى للمؤامره او القصص الصغرى للمؤامره يعني هناك نوعان من السرديات او القصص التي تتحدث عن المؤامره النوع الاول كبير وله طابع فانتازي خيالي مثل النظريه التي تقول ان الماسونيه تسيطر على العالم او ان بروتوكولات حكماء صهيون قد وضعها اليهود للسيطره على العالم هذا نمط من السرديات كبير يتصف بالمبالغة والخيال ويرى بعض المحققين أن نظرية بروتوكولات حكماء صهيون هي أشهر طبعا هي أشهر نظرية مؤامرة في العالم يرون أنها ليست إلا قصة ملفقة تطورت من نص أدبي في زمن فولتير الفرنسي إلى نص أدبي آخر وجده كسيس روسي ربما في القرن الثامن عشر وصنع حول هذا النص قصه قصه المؤامره كما روى لنا الدكتور عبد الوهاب المسيري الذي حقق هذا الامر في كتاب كامل مستقل وطبعا المسيري هو اشهر من درس التراث اليهودي في العالم حتى قال احد زعماء اسرائيل المسيري يعرف عن اسرائيل ما لا يعرفه الاسرائيليون عن انفسهم هو صاحب الموسوعه الصهيونيه التي قضى في تاليفها ربع قرن 25 سنه وهو يؤلف الموسوعه تعالوا نستمع إلى رأي المسير في حقيقة البروتوكولات بروتوكولات حكماء صهيون على مستوى الـ 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 أصول النص بنجد أنه تبين أنه يوجد نص بعنوان حوار في الجحيم بين مونتسكيو وماكيافيلي نشر بالفرنسية في منتصف القرن التاسع عشر وهذا الحوار عن نابليون الثالث ثم أخذه مؤلف ألماني وحوله إلى رواية يوجد فيها فصل بعنوان المقبرة اليهودية في براغ ثم تبره أحدهم وأصبحت قطبة الحاخام هذا وقع في يد سيرجي نيلوس وهو موظف في الكنيسة الأرثوذكسية يشيرون إليه بأنه عالم لكني لم أجد أثر لذلك وهذا نيلوس هذا ادعى أن النص قد سرقته سيدة تدعى سيدة كاف أي نص نص البروتوكولات نعم سرقته من إحدى المحافل الماسونية في فرنسا وبالتالي هو نشر هذا النص ولو انه في روايه اخرى قال شيء مختلف خالص اه تماما قال ان الكونت فلان قد اعطاه له بمعنى انه اه روايته اه متضاربه لاحظوا ان نظريه المؤامره قد نشات في الغرب كل القصص هذه بتجيبنا الغرب وتطورت هناك وليس في الوطن العربي كما يحب ان يهمنا بعض المثقفين العرب يقول لك العرب مش يعني مشبعين بنظرية المؤامرة نظرية المؤامرة غربية في الأساس والمنشأ وتطورت هناك احنا ربما استعرناها منهم لدلائل موجودة يعني لدوافع ومبررات منطقية وموجودة كل الكتب الكلاسيكية عن نظرية المؤامرة هي كتب غربية بالمناسبة أنا أعتبر روسيا جزء من التشكيل الغربي لأسباب لا مجال لذكرها الآن المهم ربما تتذكرون أن الكتب الشهيرة في نظرية المؤامرة مثل كتاب أحجار على ركعة الشطرنج لويليام غيكار أو كتاب حكومة العالم الخفية وكتاب اليهود العالمي لفورد هذه كلها جميعها كتب غربية المؤلفين غربيين كلهم تقريبا ليسوا راديكاليين كما يحب البعض أن يقول يعني ما همش أصوليين لا هم يساريين ولا إسلاميين بل من ابناء الثقافه الراسماليه الليبراليين يعني وليام غيكار صاحب كتاب احجار على رقعه الشطرنج هذا باحث كندي واستاذ جامعي اختص بالعلوم التوراتيه وبالاثار القديمه وقضى فتره من عمره في فلسطين درس بالجامعه العبريه في القدس وكان ضابط في سلاح البحريه البريطانيه وعمل في وزاره الاعلام والاستخبارات والمكتب الاعلامي الصهيوني يعني كان قريب من الصهاينه كثيرا يعني له من الإخوان المسلمين ولا آه نعرف أنه من اليساريين يعني ما عندناش دليل على أنه يساري هذا صاحب كتاب أحجار على رقعة الشطرنج صاحب كتاب اليهودي العالمي وهو كتاب شهير هو الرأسمالي الكبير هنري فورد صاحب شركة فورد للسيارات الأمريكية المعروفة هذا أيضاً ليس من الإخوان المسلمين ولا من اليساريين يعني ليس, ليس صحيحاً قول البعض آه إن نظرية المؤامرة نظرية الإسلاميين واليساريين الكسالى غير المثقفين والعجيب العجيب أنه يقال أنه اليساريين غير مثقفين إذا إذا قلنا الإسلاميين غير مثقفين ممكن نبلعها لكن اليساريين غير مثقفين يعني مع أنه أشهر المثقفين في العالم هم اليساريون يعني أقصد أشهر وسط سياسي مهتم بالقراءة والكتب هو الوسط اليساري واليساريون العرب يباهون بهذا ويزعمون انهم اهل القراءه والمطالعه وما عداهم يعني مجرد ديماغوجيا غير علميه بل ان اليساريين هم الذين اطلقوا على فلسفتهم اسم الفلسفه العلميه علشان يميزوها عن الفلسفه الدغمائيه الايقانيه هذه فكيف يقال انه اليسار غير مثقف ويؤمن بالخرافات هكذا على الاطلاق مثل خرافه نظريه المؤامره عموما نحن الان تعرفنا على النمط الاول من انماط السرديات التامريه وهو نمط السرديات الكبرى التي تتسم بالمبالغه والخيال وضربنا له مثلا بالسرديه التي تزعم ان الماسونيه هي التي تحكم العالم ويدخل في هذا قصص كثيره مثل يعني حكايات كثيره مثل روايه شفره دافنشي رواية شفرة دافنشي دا دافنشي كود هذه اللي اشتهرت في مطلع الألفينية الحديثة الجديدة رواية شفرة دافنشي للروائي الأمريكي دام براون تزعم أن الماسونية تحتفظ بسر المسيح السر الحقيقي للمسيح سر الكأس المقدسة التي ترمز إلى زوجة المسيح ويقول يقول أنه المسيح كان متزوجا على عكس ما يتوقع البعض ولا يعتقدون وكان متزوج من تلميذته اللي هي مريم المجدلية ويقول انه لم يكن اله وانما كان نبي عادي يعني وقال انه في تنظيم سري يحافظ على هذا السر من ايام المسيح لليوم طبعا دان براون ايضا من ابناء الثقافه الليبراليه ما هو يساري ولا اسلامي وعندما نقول انها انها سرديات مبالغ فيها هذا لا يعني اننا ننكر وجود بعض الحقائق في في هذه السرديات في هذه الكتب اللي ذكرنا لا لا شك انه أصحاب هذه النظريات قد وظفوا العديد من الحقائق لبناء هذه النظريات ولعل كتاب اليهود العالمي لفورد يعني هي أكثر هذه الكتب رصانة وواقعية لأنه كلف باحثين يدرسوا الظاهرة اليهودية في نيويورك وفي أمريكا وخرج بهذا بمقررات وحقائق واقعية معطيات واقعية يعني والآن بقي أن نتعرف على النمط الآخر من سرديات المؤامرة أعني نمط السرديات البسيطه والاكثر واقعيه للمؤامره نشوف النمط الثاني من سرديات المؤامره هو النمط البسيط نسميها كذا النمط البسيط الذي يؤمن بان بعض الاحداث السياسيه قد خطط لها في غرف سريه لتحقيق اهداف غير مشروعه في الغالب ابرز مثال على هذا النمط هو مؤامره 11 سبتمبر الامريكيه الذين شككوا في الروايه يعني هناك من شكك في الروايه الرسميه لاحداث 11 سبتمبر وزعموا ان احداث برجي نيويورك عباره عن مؤامره خططت لها جهات امريكيه لتحقيق بعض الاجنده التي كان من الصعب تحقيقها بدون حدث كبير يهيئ الامه الامريكيه لقبول القرارات التي ستتخذها الاداره الامريكيه، مش يحتلوا العراق، يحتلوا افغانستان، كان لابد من حدث كبير يبرر هذا عند الشعب الامريكي ويقبله. وطبعا الفت كتب في هذا الموضوع تشكك في الروايه الرسميه، مزوده بالحجج المنطقيه كما قلت لتكذيب الروايه الرسميه للاداره الامريكيه، منها كتاب الخدعه الرهيبه للفرنسي تيري ميسان تيري تيري ميسان وكتاب مؤامرة تسعة عشر لجيمس فيتزر وكتاب اليوم الحادي عشر لانطوني سامرز وكتاب بيرل هاربر الجديدة بيرل هاربر القديمة هذه اللي ضربوها اليابانيين زمان في الحرب العالمية الثانية فقالوا هذه تشبهها لأنه في نظرية قديمة بتقول إنه بيرل هاربر اللي ضربوها اليابانيين الأسطول الأمريكي يعني اللي ضربوه اليابانيين كانت المعلومات موجودة عند الأمريكان كانوا مطلعين على المعلومات تقول بأن اليابانيين سيضربون الأسطول لكن الإدارة الأمريكية تجاهلت هذا لأنها أرادت أن ينضرب الأسطول قالوا هذا هذه الأحداث الأحداث 11 سبتمبر تشبه تلك الأحداث مؤامرة مثل تلك المؤامرة القديمة هذا الكتاب لديفيد جريفن وطبعا هناك غيرهم من الباحثين والصحفيين واساتذه الجامعات الغربيه شككوا في الروايه الرسميه للاداره الامريكيه وقالوا انها مؤامره، كلهم ليبراليين، كلهم امريكان ومعظمهم في خارج امريكا ليبراليين. مثل هذه النظريه ايضا نظريه صناعه داعش. هناك هناك الكثير من المراقبين والباحثين المؤمنين بان ظهور جماعه داعش بهذا الاسلوب، هذا الاسلوب الهوليودي سينمائي وهذه الامكانات كان امرا مخططا له في اجهزه مخابرات دوليه لاغراض معروفه يعني لا تخفى صرنا كلنا عارفين. وهذا طبعا لا ينفي وجود متطرف يعني فكر متطرف واشخاص متطرفون لا ينفي ذلك. لكن وجود عناصر التطرف وخاماته الأولى الاوليه ليس كافيا لصناعه حركه وتنظيم واداء سينمائي مثل الذي شفناه عند داعش صحيح في متطرفين وفي فكر متطرف لكن هذا لا يكفي لوجود يعني حركه منظمه بهذا الشكل وممكنه وحجم الشواهد الداله على تواطؤ اجهزه المخابرات مع تنظيم داعش كثيره عرض بعضها في وسائل اعلام محترفه الدوليه المهم هذا نموذج على النمط الثاني من نماذج نظريه المؤامره على الشكل الثاني والنوع الثاني وهذا النمط الأخير يعتقد أصحابه بوجود مخططات سرية لتحقيق مصالح استراتيجية للدول زي ما قلنا السعودية عندها مخططات استراتيجية طويلة المدى تريد إبقاء اليمن في حالة ضعف حتى لا تهددها من مصلحة السعودية كما يعتقد السعوديون أنه تبقى اليمن في حالة ضعف وتشتت وتخلف نحن نعتقد بوجود خطط استراتيجية طويلة هذه الخطط السريه قد تكون قصيره الاجل او طويله الاجل لا يهم، انما هناك مخططات سريه لبعض الدول والجماعات للحفاظ على مصالحها او لتحجيم خصومها، لوضع حد للخصم المحتمل. من الواضح ان هناك فرق بين النمط الاول السرديات الكبرى للمؤامره، والنمط الثاني السرديات الصغرى، وكلاهما يدرج تحت مسمى واحد اللي هو مسمى المؤامره، الكل يسمى مؤامره. طيب ما الذي ينكره المنكرون من هذه الانماط يا ترى؟ هل ينكرون كل اشكال المؤامره؟ ام ينكرون المستوى الاول منها فقط؟ الظاهر ان المنكرين ليسوا على مستوى واحد، هناك من ينكر كل مستويات المؤامره ويطلق على الس... وهناك من ينكر المستويات العليا منها او الكبرى ويقبل المخططات ويطلق على السردية الصغرى اسم المخططات وليس المؤامرات لا مشاعة في الاصطلاح كما يقول الأصوليون إذا كان مصطلح المخططات التآمرية يعني مختلف عندهم عن مصطلح المؤامرات المخططة ما فيش مشكلة لا مانع أما إذا كانوا ينكرون كل أنواع المؤامرات فلنا معهم حديث آخر الان بعد هذا هل يجرؤ احد على انكار وجود مخططات استراتيجيه للدول والجماعات كل دوله في العالم لها مصالح او مطامع ولديها مخاوف ولكي تحافظ على مصالحها او تحصل على اطماعها او تواجه مخاوفها لا بد ان تضع خطط استراتيجيه هذا الدول المحترمه الكبيره يعني وحتى غير المحترمه زي بعض دول الخليج. هذه الخطط الاستراتيجيه قد تتضمن في الغالب بنود تامريه على الخصم او الخصوم المحتملين. يعني على سبيل المثال عندما يكتب مستشار الامن القومي الامريكي برجنسكي لما يكتب كتاب تحذيري يقول فيه لصانع القرار الامريكي اذا لم تفعلوا شيئا خلال المست... يعني خلال المستقبل إذا لم تفعلوا شيئاً خلال المستقبل القريب فإن القرن الواحد والعشرين سيصبح قرناً شرقياً صيني، روسي وستغادر الولايات المتحدة موقعها القيادي في العالم لازم تلحقوا أنفسكم هذا التحذير من برجنسكي للإدارة الأمريكية وهو مستشار للأمن القومي طيب إذا أخذته الإدارة الأمريكية بجد هذا التحذير ماذا نتوقع أن تفعل؟ تسوي حفلة مثلا وتكرم الرجل ولا تروح تسوي مخططات بالتأكيد ستضع خطة استراتيجية للحد من النفوذ الصيني أو الروسي أو الهندي وتحافظ على مصالحها في الشرق الأوسط قد يكون من بنود هذه الخطة التي ستضعها أمريكا للحفاظ على القرن الواحد والعشرين بيدها قد يكون من بنود هذه الخطة أن تشتعل الحرب بين الهند والصين بين الهند وباكستان علشان تعطل مشروع طريق الحرير الصيني قد يكون من بنودها اقناع النظام الكوري الشمالي بفكر تباطع عن الصين وحرمان الصين من من هراوه تلوح بها في وجه امريكا من بعيد كوريا الشماليه بمثابه هراوه في يد الصين وغير ذلك من الخطط ممكن توضحها هذا ممكن المهم ان الدول الحديثه لا تستطيع ان تبقى بدون خطط استراتيجيه تحافظ على مصالحها او تؤمن مخاوفها هذه الخطط الاستراتيجيه تتضمن بالضروره بنود للتامر على الاخرين. وهذا الامر من بدهيات الثقافه السياسيه من بدهيات السياسه في العالم، لا احد يجادل فيه. من يستطيع انكار ذلك؟ من من يجرؤ على انكار ان اسرائيل مثلا ظلت تتامر على السودان من ستينيات القرن الماضي حتى فصلت جنوب السودان عن شماله. هذا مش تحليل هذا هذا خبر خبر هذه معلومات صرح بها الاسرائيليون انفسهم وكتبوا فيها كتب صادره عن مراكز اسرائيليه يعني كتاب مهمه في كتاب اسمه مهمه الموساد في جنوب السودان لكاتب اسرائيلي وكتاب اخر اسمه اسرائيل وحركه تحرير جنوب السودان وحركه تحرير جنوب السودان للعميد الاسرائيلي المتقاعد موشي فرجي يعني عميد عسكري متقاعد ممكن يكون في المخابرات هذه كتب تتحدث بوضوح عن الخطه التي وضعتها اسرائيل ايام عبد الناصر لفصل جنوب السودان عن شماله. شوفوا جنوب السودان من الستينيات هم بيشتغلوا على جنوب السودان. ويقول لك ما فيش مؤامرات. باي هدف اشتغلت اسرائيل وما زالت احنا اخر خبر بيقولوا ان الموساد الاسرائيلي يعني يناقش موضوع عزل البشير الان الان بالامس. طب لماذا فصلت جنوب السودان عن شمالك قالوا بهدفين بهدف منع الترابط بين الجيشين المصري والسوداني وبهدف تشكيل دول موالية لإسرائيل حول الدول العربية يعني على حدود الدول العربية هذا كلام حسب تصريح الموقع الإسرائيلي الذي نشر الكتاب وتصريح وزير الأمن الداخلي السابق آفي دختر حافي دختر هذا اللي كان رئيس لجهاز الأمن العام شاباك قال من قبل أن انفصال جنوب السودان يشكل مصلحة استراتيجية بالدرجة الأولى مصلحة إسرائيلية بالدرجة الأولى المسؤول الإسرائيلي بيقول هذا الكلام وتصريح سفير جنوب السودان في إسرائيل لما قدم أوراق اعتماد امام الرئيس الإسرائيلي قال فيه في هذا التصريح إن جنوب السودان أقيم بفضل إسرائيل طيب هذه شواهد شواهد موثقة ورسمية ومعترف بها لا يستطيع أحد إنكارها ماذا تسمي هذه النشاطات الاستخبارية؟ مؤامرات ولا مش مؤامرات؟ أليست مؤامرة على السودان ومصر؟ أليست مخططات طويلة المدى وسرية؟ طيب لو جاء شخص مثلي هكذا في الستينيات وقال أنه إسرائيل تتآمر على السودان هل كان أحد بيصدقه في وقتها؟ كان حيطلع له واحد يقول له أنتم ب... بتتخيلوا كلام فارغ ما مالوش, مالوش واقع يعني انتم مصابون بنظريه المؤامره هل يستطيع منكروا نظريه المؤامره ان ينكروا مؤامره سايكس بيكو مثلا التي كانت عباره عن اتفاقيه سريه بين ثلاث دول منها روسيا لم تكن معروفه اتفاقيه سريه حتى جاءت الثوره البلشفيه الروسيه وكشفت عنها ارادت ان تفضح الحكم القيصري فقالوا تفضلوا شوفوا كيف كانوا يتامروا على الشرق وكم اتفاقيات لم تنفضح ولم تنكشف في ادراج الدول الاستعماريه اليوم. <applause> طيب وماذا يسمون تدمير امريكا للعراق؟ ماذا يسمون تسليم العراق لايران من قبل امريكا؟ مؤامره هذه ولا مش مؤامره؟ اليست مؤامره على الدول القويه المحيطه باسرائيل؟ هل تدمير العراق مؤامره امريكيه صهيونيه ام خطا في القافيه؟ خطا في النحو؟ أليس احتلال أمريكا للخليج اليوم يؤكد ما تنبأ به كثير من المفكرين العرب من الثمانينيات ومن التسعينيات ومنهم المفكر الكويتي عبد الله النفيسي قبل عشرين سنة بيقول هذا الكلام تعالوا نستمع إلى كلام النفيسي ونرجع نقارن بين كلامه وبين الواقع أنا أتصور أنه الأمريكان حريصين اليوم على شيئين في الخليج التفكيك الحالة الإسلامية في الجزيرة العربية تفكيكها تماما يعني والشيء الثاني إعادة صياغة للمجتمعات الخليجية والجزيرة لأن الأمريكان جايين هني وناوين يمكثون ومكثهم هذا مقدمة لمجيء الإسرائيليين وغيرهم إلى المنطقة وهذه الحالة الإسلامية هي المعيق الأساسي للأمريكان وغيرهم ولذلك ثمه استراتيجيه امريكيه بضروره تفكيك هذه الحاله الاسلاميه سواء مثلت بالحركه الدستوريه او السلف او غيرها من التنظيمات الاسلاميه. ولذلك انا شايف يعني في بحر السنوات القادمه هذه سوف تضيق الدائره على كافه الاسلاميين بشتى راياتهم ومسمياتهم في اقليم الخليج والجزيره. يعني واضح أن الأمور بتمشي على الخطة التي تنبأ بها هؤلاء المثقفون إذا الوقائع نفسها الوقائع اللي موجودة في الأرض تؤكد وجود مؤامرة على شعوب المنطقة العربية والثورة المضادة للربيع العربي هي آخر تجلي لهذه المؤامرات من الذي أجهض ثورات الربيع العربي؟ أليست غرفة العمليات المشتركة كما سماها المنصف المرزوقي؟ عضويات اسرائيل والسعوديه والامارات والجيش المصري الامور هذه كانوا متفقين عليها ولا مش متفقين؟ اسرائيل نفسها تعترف بذلك عبر تصريحات لكبار مسؤوليها ومنظريها استعرضنا بعضها في حلقات سابقه والمال الخليجي ما يحتاج كلام واضح في المؤامره وضوح الشمس ولا ينكره احد والعلاقات الاسرائيليه الخليجيه الاماراتيه السعوديه في واضحه وضوح الشمس لا يستطيع احد انكارها طيب هذول بيلتقوا ويتكلموا في ايش؟ بيتبادلوا آه كستات افلام آه بورنو هم هذولا بيلتقوا علشان يخططوا على المجتمعات ويتفقوا على مؤامرات ولا ايش بيلتقوا في المنتجعات وفي المؤ... يعني في الغرف السريه بيلتقوا علشان يتكلموا في اي موضوعات ماذا نسمي الثوره المضاده اذا؟ مؤامره ام ماذا يا يا متعلمين بتوع المدارس وإحنا تكلمنا في هذا البرنامج عن تقارير مؤسسة راند الامريكية. التي نصحت الادارة الامريكية. تحدثنا في هذا البرنامج عن تقارير لمؤسسات كثيرة من بينها مؤسسة راند. التي نصحت الادارة الامريكية باستبدال الاسلام السني بالاسلام الصوفي في الشرق الاوسط. للقضاء على الفكر الجهادي وضمان امن اسرائيل، كان لازم لازم تستبدل الاسلام السني بالاسلام الصوفي وعرضنا كلام الم... الصوفيين انفسهم في هذا الموضوع شيخ صوفي طلع يقول الكلام هذا بصراحه وبعظمه لسانه وقال انه امريكا استضافت حوالي 15 ألف صوفي عربي لمده شهر قابلوا فيها كل صناع القرار في امريكا كل صناع القرار اللي ما يقدرش يقابلهم اي رئيس جمهوري عربي واتفقوا على ان يحل الاسلام الصوفي محل الاسلام السني ده كلام بي... يعني بالمفتشر على راي المصريين كذا بالواضح ماذا نسمي هذا غير أنه مؤامرة على مجتمعات المنطقة بغض النظر عن مواقفنا من أي تيار كنت أطالع قبل أيام في كتاب الكواليس السرية للشرق الأوسط لمؤلفه يفجيني بريماكوف هذا رئيس وزراء روسيا في الفترة من 98 إلى 99 وهو رجل أكاديمي سياسي كبير لفت انتباهي في هذا الكتاب جمله علق فيها على الربيع العربي كان بيتكلم عن الربيع العربي قال في, في هذه الجمله قال كان مفاجاه للكثير من المراقبين يعني الربيع وخاصه في روسيا والصين وعدد كبير من دول امريكا اللاتينيه التي تعودت يعني هذه الدول تعودت ان ترى خلف كل التحولات في الشرق الاوسط يد واشنطن او دوله غربيه اخرى فوجئت هذه الدول ان الربيع العربي لم يكن من تنظيم الخارج. هذا كلام رئيس وزراء روسيا الاكاديمي الكبير. يقول ايضا قال فالولايات المتحده وحلفائها كانت تناسبها الانظمه التي كانت قائمه على الاقل في تونس ومصر واليمن والبحرين. كانت العلاقه بين امريكا مع هذه الانظمه وثيقه. وكانوا ينفذون سياسه معاديه للاسلاميين المتطرفين كما تريد امريكا. وكانوا يحاربون المنظمات الارهابيه. وكانوا يتعاونون بقوه مع الولايات المتحده الامريكيه. يعني كانت انظمه مواليه لامريكا تماما وكانت يعني راضيه عنها فليش تسوي عليها ثوره؟ هذا كلام اكاديمي ووزير خارجيه الروسي سابق. يعني لديه معطيات كامله، علميه وسياسيه. يقول ضمنيا هذا الكلام انه العالم كله يعرف ان الاحداث في الوطن العربي عاده تديرها وتدبرها امريكا او بريطانيا او اي دوله غربيه من خلف الستار ولذلك فوجئوا بثورات الربيع العربي لانها كانت صناعه محليه خالصه اليس هذا كلام في نظريه المؤامره هذا كلام في نظريه المؤامره بيقوله استاذ كبير لا هو يساري ولا هو اسلامي وسياسي كبير إذا كانت المشكلة عند بعض الناس في كلمة مؤامرة هذه الكلمة نفسها بلاش منها نشيلها نسميها مخططات تآمرية مثلا أو مخططات بس أو حتى نسميها مخططات بالشطة والمايونيز علشان تكون أكثر ليبرالية لا مانع المهم المضمون لا مشاحة في الاصطلاح إذا لا مفر من الإيمان بوجود مؤامرة من نوع ما على الشعوب العربية تستهدف إبقائها في دائرة الضعف والحاجة والسيطرة لأن حجم الشواهد والبراهين الدالة عليها لا يتجاهله إلا واحد عايش في كوكب زمردة كما قلنا لكن في المقابل في المقابل في مقابل هذا الكلام قد يصبح الإيمان بنظرية المؤامرة نوعا من المرض عند بعض الناس يعني تصبح نظرية المؤامرة خطر على العقل في بعض الأحيان، متى؟ عندما يتصور البعض أن كل المصائب التي تحل بالمجتمعات العربية سببها المؤامرة الخارجية، هذا مرض، هذا وسواس قهري، هذا شكل من أشكال المرض. المؤامرة موجودة موجودة نعم، لكنها ليست العامل الوحيد أو العامل الأساس من عوامل تخلفنا في الوطن العربي فكرة العامل الوحيد هذه فكرة سخيفة وبالمناسبة نجدها حتى عند منكرية المؤامرة يعني لو سألت واحد من اللي بينكروا المؤامرة ما سبب تخلفنا يقول لك الدين الإسلام برضو العامل واحد يبحثوا عن عامل واحد أو الفكرة الديني هو العامل الوحيد أو العامل الأساس في تخلف المجتمعات العربية هذا يشبه أن تقول المؤامرة الخارجية هي العامل الوحيد أو العامل الأساس في بقاء مجتمعاتنا في حاله تخلف الامر اعقد من هذا واكثر تركيبا المشكلات المركبه هذه لا تكف وراءها عوامل مفرده وحيده المؤامره عامل من العوامل وهي العامل الخارجي الذي لا يلغي دور العوامل الداخليه العوامل الداخليه مثل الاستبداد غياب الثقافه النقديه ضمور التفكير العقلاني وغيرها هذه كلها مشاكل في الذات المحلية العربية هذه العوامل لا تلغي تلك وكل عامل منها قد يكون قوي في فترة من الفترات أو في مجال من المجالات أو في من منظور معين يعني لكن ليس العامل الوحيد في الساحة ما نقدرش نقول أنه العامل الوحيد في الساحة لا الدين عامل وحيد في التخلف ولا الفكرة الديني ولا المؤامرة الأجنبية العملية أكثر تركيبا ومن هذه الزاوية التركيبه التركيبية أقول أقول دائما كما قال المفكر المصري جمال حمدان وغيره من المفكرين العرب والباحثين إن أكثر العوامل تأثيرا في سياق التخلف العربي هو عامل الاستبداد السياسي كما قلت أكثر من مرة في هذا البرنامج أن الاستبداد السياسي وليس المؤامرة الاستبداد السياسي وليس المؤامرة الخارجية هو العامل الاساس او الاكثر خطوره على مجتمعاتنا. الاستبداد السياسي مثل الثقب الاسود الذي يمتص الطاقات يمتص الطاقات الروحيه والذهنيه للمجتمع ويعيق كل حركه ابداعيه نقديه. يعني من السخف ان ننكر وجود المؤامره في فضاء العلاقات الدوليه. لأن الأحداث بدون نظرية المؤامرة ستبدو لنا عبارة عن جزر معزولة لا رابطة بينها وأيضا من السخف أن نجعل نظرية المؤامرة الستار يغطي خيباتنا وعيوبنا المحلية كما يفعل بعض المتدينين الذين يرفضون الاعتراف بعيوب التراث والفكر الديني ودورها في إضعاف العقل العربي ويلجؤون دائما إلى شماعة المؤامرة ليعلقوا عليها كل أسباب الضعف والتخلف التي وصلت إليها مجتمعاتنا كلهم ليش مجتمعاتنا متخلفة إلى هذا الحد يقول لك المؤامرة لا المؤامرة موجودة وصحيح لها دور كبير ومؤثر لكن لكنها ليست العامل الوحيد بل ليست العامل الأكثر تأثيرا الاستبداد المحلي هو العامل الأكثر تأثيرا في كل الأحوال لا نستطيع أن ننكر أي عامل من هذه العوامل وإنكارها ربما إنكار عامل من هذه العوامل يخفي وراءه شيء لا بد أن نتأمله لماذا؟ لماذا يصر البعض على إنكار نظرية المؤامرة لماذا هذا السؤال أيضا على الطرف الأخر لماذا يصر البعض على إنكار دور الفكر الديني المزيف في انحطاط مجتمعاتنا هذان الطرفان يلعبان لعبة غير علمية ويزوران العقل العربي بهذه الطريقة عندما يوهمانه بمشكلات غير مشكلاتها الحقيقية يغيبان عن الحقائق فيقع في الفخ على طريقة لقد وقعنا في الفخ كما قال عادل إمام إلى هنا تنتهي حلقة اليوم نلقاكم في الأسبوع القادم في أمان الله